السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد. في حلقة هذا اليوم نستضيف عبر الإنترنت شاعرا استطاع أن يكون قريبا من الناس، لمس بيد قلبه أوجاعهم وعمل على تطبيبها، قرأ أحلامهم وعمل على تقريبها، واجه الواقع بكلمة صارخة لم تخضع لظالم ولم تسلم لظلم. إنه شاعر أشعل شمعة وسط الظلام دون أن يلعن الواقع، شاعر ما زال على عهد الكلمة وأنها قادرة على إحداث فارق أفضل. رحبوا معي بضيفي من الأردن، معنا الشاعر الأستاذ غازي المهر. أهلا بك أستاذ غازي، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا فيك أستاذ مصطفى، شاعرنا القدير وإعلامينا الرائع، وأنا بحب أني في هذه البداية أن أشكرك على هذا اللقاء، ومدى حرصك على أنه يكون اللقاء رغم أنه كان المفروض أن يكون قبل سنوات، لكن ظروف المرض حالت دون ذلك. لا بأس، في النهاية تأتي في وقتها وتجلت في وقت طيب، يعني من خلاله يعني نطمع إلى الكثير من الجمال، ولابد أن هذا الوقت الذي يعني لم نقابلك به كنت حافلا بالكثير من الجمال، الكثير من الشعر، الكثير من الأفكار العالية. أهلا بك أستاذ غازي مرة أخرى. يعني حبذا لو تحدثنا عنك قليلا، الإنجازات الأدبية، أطلعنا على شيء من السيرة والمسيرة بحدود ما تحب أن يعرف الجمهور عنك. تفضل أستاذ غازي، كلنا متشوقون حتى نعرف. يسعدني ذلك كثيرا. تفضل. أمام الجمهور العراقي والمستمعين العرب والمستمعين العرب، أولا الاسم غازي إسماعيل المهر، المولد في مخيم بلاطة في فلسطين عام 1963، درست ودرست وكنت مشرفا لمبحث الرياضيات لمدة حوالي 30 عاما في المملكة الأردنية الهاشمية. لي العديد من الكتب الأدبية والشعرية، بدأ الإصدار الأول عام 1996، نعم، لغاية شمس الصهيل في 2017، وكان هذا آخر إنتاج منشور لي. أحب أن أضيف أنه هناك لي مجموعة من القصائد التي ترجمت إلى اللغات الأجنبية، خاصة، نعم، اللغة الإنجليزية، ويشرفني وأعتز أن تكون لي مجموعة من القصائد بشكل مغنى ونشيد، وقد قام بأدائها مجموعة من المنشدين يا سلام. العرب، مثل الدكتور ياسين فيصل من العراق، و الفنان محمد مغازي من الجزائر، وعادل حاند من الجزائر، ومن الأردن زكريا العواملي وغيرهم طبعا إن شاء الله. ما شاء الله، جميل جدا. شاعرنا أستاذ غازي، قد يقول قائل ما، يعني ما للشاعر وللناس، فليكتب نفسه بغض النظر عمن يقرؤون. ما رأيك بمثل هذه الفكرة؟ هل يكتب الشاعر لنفسه بمعزل عن الناس، أم أنه يجب أن يكون قريبا منهم؟ الشاعر تقريبا، يعني كل، أنا أتوقع أن كل الشعراء على هذا النمط، بأنه الشاعر لا يكتب لنفسه فقط بل يكتب للآخرين. نعم. الشاعر ليس أنانيا، الشاعر عنده هم، عنده قضية، عنده أشياء، يعني ما يصطدم به من الواقع ومن المحيط، يقوم بإنتاجه أدبيا وفكريا، فهو ليس بمعزل عن الآخرين. نعم. في قضية الإنسان والوطن يكتب فيها. نعم. أعطنا في البداية قصيدة مما تحب، وحبذا لو ذهبت إلى ما تفضل أنت من موضوعات دون أن نفرض عليك موضوعا ما، ولك كامل الحرية بقراءة ما تحب وما تفضل من نصوص. تفضل أستاذ غازي إلى أولى القصائد في هذا اليوم الشعري الذي يطيب كثيرا بوجودك وتشريفك لنا، تفضل. في من القصائد التي أعتز فيها قصيدة الشعر الأصيل، تفضل. أقول فيها: هو الشعر يسمو في جمال فدندن، بطيف من الألحان دفاقة المنى، فتحيا قلوب بعدما أوشكت
على رحيل إلى دنيا التعاسة والعنا، فما أروع الأشعار إذ ترسل الرؤى إلى حيث تلقانا السعادة والهنا. علينا يقيم الحزن مع قسوة الدنا، فما كان غير الشعر نبضا وديدنا. ففي كل آفاق يهب بنفحه، يقيم الأماني في زكي من الجنى. جميل كلام الشعر ما قام بيننا، بما ينفع الإنسان في زحمة الدنا. بهي إذا ما فاض في طلب الهدى، وعن وجهة الأطهار ما غاب وانثنى. وتزهو القوافي في حمى موطن له، من الشعر حق طاب فيه فأحسنا. هراء بلا معنى إذا الشعر ما سما، وفي وصف أهواء السفيه تفننا. يا سلام، هذه رسالة عالية. أستاذ غازي، الشعر قضية ومشروع، ولا قيمة للكلمات مهما كانت مزخرفة إذا كانت فارغة لا رسالة من ورائها، وأنت ماذا تقول في هذا الموضوع؟ الشعر يجب أن يكون ذا رسالة وقيمة، والشعر بدون رسالة ليس له معنى. والرسالة هذه لابد من وسيلة نقوم على إيصالها إلى الجمهور وإلى المستمعين وإلى المتلقين. وأنا بظني أن أفضل وسيلة هي المنشودة أو الأغنية. ولذلك دابت أنا من البداية أن أكتب شعرا يتمتع بسلاسة بحيث أن يكون قابل للغناء. جميل جدا، يعني أنت جسرت الهوى ما بين القصائد، خلينا نقول العالية، أو القصائد التي فيها الكثير من المفردات التي لا يستخدمها العوام من الناس، جسرت هذه الهوى من خلال كتابة القصائد التي تصلح لتقدم للناس على شكل وجبة غنائية أو إنشادية، وبالتالي أكسبتهم اللحن الجميل والكلمة العذبة سهلة الهضم. هل معنى هذا أن الشاعر ربما يكون مقصرا إن لم يختلط ويشتبك مع الفنون الأخرى، أم هي فكرة تميز بها الأستاذ غازي المهر عن غيره من الشعراء؟ يعني أنا ربما، يعني أنا كتبت في مجالات عدة، وأنا كتربوي يعني كتبت في الأمور التربوية، لكن أنا كنت أحرص، رغم أنني كنت معلما ومشرفا للرياضيات، لكن حرصت على أن أقدم الهم والقضية بشكل شعري، وحرصت أن أتعلم الشعر بنفسي، واستدت في ذلك بأن قمت بأن أحرص على أن أوصل هذه المادة الفنية الأدبية. نعم. عن طريق الغناء أو عن طريق الأنشودة الراقية، والحريصة على تقديم القيم الإنسانية والإيجابية جميل جدا. قبل أن نواصل نقاشنا، نريد منك أن تسمعنا قصيدة جديدة، بغض النظر إن كانت قصيدة من المدونة في دواوينك الشعرية أو كانت قصيدة من التي يعني غنت وقدمت للجمهور بشكل النشيد. اقرأ ما تحب، وها نحن نستمع لحضرتك. تفضل أستاذ غازي، الكلمة لك. دائما أحرص أنا على أن القصائد الغنائية، وأحرص على أن تكون قصيرة البحر أو قصيرة المتن. ففي من بدايات القصائد الغنائية التي أنا قدمتها هي سماحة الإسلام. تفضل. وهي للمنشد العراقي الدكتور ياسين الفيصل. لكن حبذا لو رفعت صوتك قليلا أثناء إلقائها. تفضل أستاذ غازي. في كتاب الله سر فيه نحيا بارتقاء، إنه أمر تجلى في تعاليم السماء. وجعلناكم شعوبا للتداني والإخاء، فمضينا في وصال فأتلفنا كرما. دعوة الله إلينا أن نكون السمحاء، لا نعيش الدهر يوما في اقتتال بغضاء. إنما الإسلام دين فيه نحيا رحماء، ينصف الإنسان مهما في كان فيه الانتماء. لا ينادي لشقاق وصراعات البقاء، قد دعانا لحوار
في تواد واحتواء، ودعانا لوفاق كلما اشتد المراق. إنما الإسلام يدعو أن نكون الحلماء، إننا مهما اختلفنا سوف نبقى حكماء. لا نثير العنف فينا، إنه نار البلاء، إننا نحيا سويا ومع النجن الرخاء. إنما العنف طريق أسرفت فيه الدماء، فلنكن أهل وئام رغم أصوات العداء، ولنكن للخير خيرا، للكون خيرا، لا حقولا من شقاء. كلنا في الأصل طين، كيف نحيا خيلاء فيما نحيا في اختلاف، وإلى ما الانطواء، ما لنا إلا التداني بين صيف وشتاء. ما شاء الله عليك أستاذ غازي، يعني كلمات على بساطتها إلا أنها يعني تنفذ إلى الوجدان كالسهم حينما ينفذ إلى رميته، يعني أبيات على بساطتها إلا أن فيها حكمة وفيها موعظة وفيها الكثير من النصح القويم. دعني هنا أسألك سؤالا ربما وجدت فيه يعني ما يكدر خاطرك، ليس من السؤال بقدر ما وراء السؤال من يعني منغصات للأسف موجودة في واقعنا أستاذ غازي، يعني في ظل حالة انحدار الذوق العام من حيث السماع والأناشيد وما إلى ذلك، وذهاب كثير من الناس لملاحقة للأسف ما يسمى بالترند، هل مثل هذه الكلمات حينما تنشد ألا يزال جمهورها حاضرا موجودا متوفرا وحريصا على المتابعة، أم أن الحال غير الحال الذي كان عليه الواقع أيام ما كانت تنشد مثل هذه الكلمات؟ هو المستجدات الحديثة وسائل التواصل والوضع المأزوم الآن نعم ربما أنقص من هذه الخاصية، أو أنقص من المستمعين والرواد لهذه الأناشيد، لكن ذلك لا يثني من عزمنا شيء. فنحن يعني زي ما حكينا في البداية إنها رسالة، وهذه الرسالة نعم يعني رغم كل المحبطات فيجب أن نستمر. نعم، يجب أن نستمر. جميل جدا، نريد منك وقبل الذهاب إلى قصيدة أخرى أن تكون أكثر صراحة معي بالإجابة على السؤال التالي على قسوة ما فيه من مضمون أستاذ غازي، يعني الشعر لسان العامة يترجم همومهم ومشاكلهم ويفتح بوابات الأمل كما تعلم، وكذلك هو الطبيب والدواء أحيانا، ولولا ذلك لما كان الشعر ديوان العرب. السؤال هنا، هل لا يزال الشعر كذلك في زماننا أم أن الأمور ربما اختلفت؟ زي ما حكينا، رغم المحبطات ورغم كل ما يستجد، من وجهة نظري أنا الشعر يبقى ديوان العرب، يبقى ديوان العرب، لأنه يعني هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن ننفس فيها عن قضايا الأمة، أحسنت. ونحن نجد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ما نرضى به من زوار ومن متلقي لهذا الشعر، لكن ليس يعني كما نطمح نعم. من رواد، لكن الأمور يعني شو يعني زي ما يقول، هذا أقل القليل. هذا جهد المقل وهذا هو المتاح، لكن على الواحد منا أن يظل ثابتا على مبدئه على رسالته، لا ينجر وراء أي محاولات من محاولات الهبوط بالذوق أو التخلي عن الرسالة. الرسائل السامية تحتاج ثباتا على الموقف، أما للأسف أصحاب الرسائل الهابطة فمن المؤكد أنهم سيمرون فقاعات ولن يخلدهم لا الزمان ولا الوجدان. أستاذ غازي، نريد منك الآن قصيدة مختلفة قليلا عن القصائد الخفيفة التي ألقيتها علينا، ولعلها تنتمي إلى الشعر، لا أريد أن أقول الحديث، ولكن تنتصر إلى فكرة الشعر قليلا على حساب الأغنية. سنعود ونتحدث عن فكرة الأنشودة وأثر
هذا النشيد على العامة من الناس وكيف يصل إلى قلوب الكثير، لكن نريد أن نستمع إلى قصيدة قبل هذا كله. تفضل. في من القصائد التي كتبتها قبل عام 1996، وأنا بدأت أصلا بشعر التفعيلة، بالشعر الحر تقريبا. تفضل. أقول فيها القصيدة: أين من عيني ذياك الشتاء، اشتهينا الغيث فيه والندى، قد نأى عنا ولم يلطف بنا، فالأماني لم تعد غير طيف أو سراب، والتشارين توارى نبضها، ولقد أمسى غثاء خيرها، وحمام العيك تشجو حزنها، فالرواب لم تعد غير ضرب من يباب، وربيع الأرض في حزن عميق، وهو يخشى من قفار كالحريق، تحرم الآمال من حلم أنيق، إنما الحلم الذي ينسج الدنيا كغاب، يبعث الروح بأشلاء الأمل، هذه الغابات في حسن خجل، والرواب الخضر في أزهى الحلل، فمتى يأتي الشتاء حاملا أشهر ضاب. وهذه قصيدة من أول ديوان نشرته في عام 1996. جميل جدا، لك أن تزيدنا بقصيدة ثانية، ولكن ليس الآن، بعد أن نخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم معنا عبر الإنترنت من الأردن الشاعر الأستاذ غازي المهر. وإلى الشعر مباشرة أستاذ غازي، قبل أن نواصل نقاشنا الممتد عن الشعر والشعراء والأثر والقيمة في نفوس الناس، تفضل إلى القصيدة من جديد. قضية فلسطين مستمرة، وقضية القدس مستمرة، وقضية الشهداء ما زالت. فكتبت قصيدة عن الشهادة والشهداء. تفضل. ما هاب من نار الوغى وتذمر، فمضى إلى حرب العدا ما أدبر، في قلبه نبض الإباء مرابط، وإلى الشهادة من ثنى وتأخر، شرف عظيم ناله في بطشه، فعدي عنوان الفداء قد انبرى، وطوى المهانة في عيون مرتضت، غير الدجى جفنا لها طول الكرى، ما زال نبض الخير مأمول الرجا، فبشائر الهادي توالت في الورى، ما زال فينا من يثور مجاهدا، وملبيا أمر الإله مكبرا، فجزاؤه النصر الأكيد ببهجة، أو جنة الفردوس طابت كوثرا. أو جنة الفردوس طابت كوثرا، وأنعم بهذه الرسالة من رسالة سامية وقيمة وعظيمة. أستاذ غازي، ما المطلوب باعتقادك حتى يظل الشعر رياديا وفي الصدارة؟ ما الواجب أن يحصل حتى يظل الشعر في حياة الناس ولاعبا أساسيا وحاضرا يوميا؟ المطلوب أول شيء من الشاعر نفسه بأن يبقى على تواصل مع ما يستجد من مستجدات بخصوص الشعر. نعم. أن تكون الرسالة دائما موجودة ودائما على نبض حي. وأنا يعني أحرص دائما على مراجعة ما كتبت، وأحيانا أقوم بتغيير وتحديث القصائد اللي كتبتها في البدايات. وفي هناك أمر آخر غير مسؤولية الشاعر، هناك مسؤولية النقد. نعم. وتقع على مسؤولية النقد مسؤولية كبيرة في المحافظة على مستوى الشعر. ومن وجهة نظري لا بد أن يكون الناقد أو النقد بشكل عام بعيدا عن المجاملات وبعيدا عن المصالح الشخصية، حتى نسمو بالشعر ويكون هناك في تطور دائم وفي مواكبة للمستجدات الأدبية. نعم.
لكن حتى يظل الشعر حاضرا وحيويا ومؤثرا في العوام على اختلاف مستويات وطبقات التلقي، إن جاز لنا أن نعتبرها طبقات، دعنا نسميها مستويات تلقي أستاذ غازي، لابد من وفرة بعض المقومات التي تعين الشاعر وتجعل وصوله إلى الناس أمرا يسيرا. باعتقادك ومن خلال تجربتك، أهم المقومات الواجب توفرها في شخصية الشاعر حتى يصل إلى الناس ببساطة؟ مقومات الشعر أنا من وجهة نظري ودائما أحرص عليها، اللي هي أن يكون الشعر جزلا وفي يتمتع ببلاغة عالية لكن بعيدا عن الغموض. نعم. وهناك ميزة أخرى أنا أحرص على توفرها دائما في قصائدي، اللي هي السلاسة والإيقاع الجميل. ولذلك أنا دائما أحرص على البحور القصيرة وعلى المجزوءات البحور. نعم. وأنا من البداية أحرص على أن يكون شعري قابل للغناء، فلذلك أنا توخيت أن أستخدم بحور الشعر القصيرة أو مجزوءات الشعر. يعني قبل أن تكتب القصيدة أو القصيدة تضع في وجدانك وفي منظورك فكرة أنه من المحتمل أن تغنى هذه القصيدة، فتكتبها منطلقا من وعيك بطريقة تسهل على من سيأخذ هذه الكلمات وينشدها، تسهل عليه الفكرة مثلا. نعم، أنا دائما أحرص على ذلك، يعني أن تكون القصيدة اللي سوف أكتبها ستكون مغنى. نعم. طيب، على الشاعر أن ينتمي إلى أوجاع أمته وقضاياها أستاذ غازي، كما تعلم إلى القدس وفلسطين، إلى القضايا الإنسانية، وإلا لا قيمة للنص الشعري مهما كان عاليا وبلاغيا. القصيدة التي تخلو من القضية الكبيرة لا قيمة لها، ما رأيك في هذا؟ نحن الآن أمام قضية مصيرية وقضية كبيرة، وهذه القضية تمس جميع العرب والمسلمين، وهذه القضية هي قضية القدس وفلسطين. فإن لم تكن في الشعر الذي نكتبه له علاقة بالقدس أو فلسطين فهذا ليس شعر، لأنه أصلا هاي القضية وهذا الواقع. فالشعر يجب أن يكون مأخوذ من الواقع، نعم، أو هو مرآة للواقع. فإن لم يكن مرآة لواقع القدس فهو ليس شعرا. نعم. إلى قصيدة جديدة الآن قبل أن نواصل نقاشنا أستاذ غازي، وحبذا أن تكون القصيدة ذات موضوع مختلف وبحر مختلف كذلك. نحن لن نختلف، نحن دائما على ائتلاف، ولن نكون يوما على خلاف، لكننا نتحدث عن التنويع بالنصوص المنتقات، وأنت أهل لذلك وأستاذنا، تفضل. في قصيدة أنا كتبت عن القضايا العربية مثل ما صار في بيروت وفي السودان وفي غيرها، كتبت عن العراق كمان. مثلا أقول في قصيدة عن العراق: غريق أنا في بحار الدنا، فهل من نجاة تعيد المنى؟ حياة تهب بعصف الشجا، أثارت لهيبا يزيد الضنا، سراب أضاع دروب الرجا، وما فيه إلا بقايا منى. تحاصرنا بلظى مكرها، فلا ود فيها ولا سوسنا، فمن أمن الدهر في لحظة فقد خاب في عمده وانحنى. مقطوعة، نعم، قصيرة، نعم، عن العراق. الآن وقبل أن نواصل بالقصائد أستاذ غازي، وأريد هنا يعني منك رأيا مفصلا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أطلعنا على مواقف معينة حصلت لك ترى أنها خلقت تأثيرا بينك وبين الناس، جعلتهم يستشعرون فكرة وجود الأمل، جعلتهم أكثر تشبثا بقضاياهم. أخبرني عن أثر وتأثير عايشته أنت من وراء قصيدة ما تأثر بها المتلقون مثلا. لا، في قضية
هي دائما المحور الذي تنبثق من حوله هي قضية فلسطين. نعم. فأنا هناك في قصيدة عن فلسطين كتبتها وكانت مغناة، نعم. وهذه القصيدة كان لها أثر كبير في من حيث المتلقين نعم. في أماكن عدة. وهذه القصيدة هي اسمها فلسطين لكن كانت باسم مقدسي العنوان، بحر وقصير، لكن كان لها تأثير كبير في الجمهور العربي في الجزائر، والجزائر معروف عنهم دائما عندهم يعني تقارب لقضية فلسطين. ففي قصيدة يعني أقرأ مقطوعة منها: أنا التاريخ وافاني بأن القدس عنواني، فكيف اليوم أنساه وديني منه أدناني، وإني بت أحياه تراني بين خلاني، وفي أركانه أمضي وبين الأهل تلقاني، وإني لن أفارقه سيحيا فيه وجداني، سأبقى رغم أعدائي على عزمي وإمعاني، رباطي دائما يروي لظى عهدي وتحناني. جميلة جدا هذه البساطة التي تلامس قلوب العوام من الناس وتضعهم على الطريق أمام واجباتهم أمام قضاياهم المصيرية، لكن لابد أنك تعرضت إلى بعض المواقف الحياتية وجاءك رج الصدى رأي ما من أحد المحبين المتابعين المتلقين المستمعين إلى هذه القصائد المغنات، فقال لك مثلا واصل في هذه القضية، هذه القصة أكملها لنا، هذا الموضوع حبذا لو تستفيض به في قصائد شتى. أكيد تعرضت لمثل هذه المواقف وهذه القضايا والقصص. في من هذه المواقف أنا تعرضت، يعني دائما أنا أحرص على أن إذا كتبت قصيدة أنا لا يعني لا أستاء ولا أتحرج في النقد ولا في أي ملاحظة. فكثيرا ما نكتب قصائد وتأتي التعليقات والإعجابات وكلها إيجابية، لكن في بعض القصائد في بعض الزملاء مثلا يكتبون رأي صريح في القصيدة التي مثلا عرضتها، فأقوم يعني هذه الملاحظات التي تكتب على القصيدة أنا لا يعني أستوعبها ولا يعني أستوعبها، وبناء عليها أعمل تغيير وتعديل وتحديث في القصيدة. وهذا يعني صار معي في الجزء في أكثر من مرة. جميل جدا، خذنا إلى قصيدة جديدة هذه المرة ونرجو أن تكون كريما بالقدر الذي يسمح لك أن تطيل علينا الإلقاء ولا إن تعطينا شاء الله. القصائد مجتزآت أو تعطينا إياها كما لو أنها وجبات سريعة. تفضل إن شاء الله. أستاذ غازي ونحن في السماع. نعم، في قصيدة اسمها وعد الحق. تفضل، كلنا معك على السماع. نعم. على عهد دؤوب في الحضور نحلق في فضاء كالنسور، سنبقى في المعالي ما حيينا، ونمضي نحو أفلاك العبور، فلا نخشى التواني في ارتقاء إلى حيث الرباط بلا فتور، فتحظى الشمس فينا في بهاء، يلف الكون في كنف الحبور، فإن في فداء ليس يفنى، خلقنا للوغى لا للقصور، وفينا النبض دفاق التحدي كما الإعصار في وجه السرور، رجال الحق ما زلنا غيارا، ندافع بالأيادي والصدور، يا سلام، ونأبى النوم في حضن الليالي، نسابق في الدفاع عن الثغور، لمعراج النبوة قد وهبنا نفوسا ليس ترضى بالقصور، فعن قدس الكرامة كيف ننأى، وما زالت تنادي من دهور، فوعد الله حق سوف يأتي. فعن قدس الكرامة مرة أخرى حبذا لو تعد أو تعيد. فعن قدس الكرامة كيف ننأى، وما زالت تنادي من دهور، فوعد الله حق سوف يأتي،
بنصر في حما أرض النفور على صهيون إذ عاثوا فسادا فمن الحسم كالأسد الهصور سيقبل في بشائر من إله حجارتها تسارع في الظهور ليأفل نجم من شغلوا البرايا بنار الحرب في كل العصور. يا سلام، أحسنت أستاذ غازي لفض أفوك. أستاذ غازي، وأريد منك رأيك مفصلا هنا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. باعتقادك، هل الشاعر يكتب لعينة محددة من الجمهور، أم أن الشاعر يجب أن يكون مرنا بحيث يصل نصه الشعري إلى مختلف المستويات على اختلاف مستويات التلقي لدى العامة؟ هنا نرجع إلى القضية، فالشاعر أخذ على عاتقه قضية الأمة وقضية الناس، فالشعر يجب أن يكون للجميع، للكبير للصغير، يعني للقضايا مثلا الدينية، للقضايا السياسية، للقضايا الفكرية، يعني يجب أن يغطي جميع فئات المجتمع. حتى يعني أفردت أنا ديوانا للأطفال باسم عاش الوطن، فيجب أن الشاعر يجب أن يكتب للجميع ولا يقتصر على فئة معينة، وإلا لما كان الشاعر ذا رسالة، والرسالة يجب أن تعم للجميع. هذا فيما يتعلق بالقضية. ماذا عن موضوع اللغة المستخدمة؟ يعني هناك من يستخدم لغة معجمية، هناك من يستخدم لغة عالية، هناك من يستخدم لغة مغرقة بالرمزية، هناك من يستخدم التغميض والغموض، وهناك من يأتي سلسا منسابا عذبا كالماء الجاري. حدثنا عن هذه الفكرة وما يفضله العوام من الناس حتى تصلهم القصيدة ويصلهم مضمونها تماما كما يريد الشاعر. يعني العوام دائما يحرصوا، يعني يناسبهم أنا في وجهة نظري والسلاسة، لكن يجب أن نرتقي نحن في اللغة بحيث أنه لا ننزل بها إلى المستويات أدنى، فلازم يعني فيجب أن تكون هذه اللغة يعني رغم سلاستها لكن فيها بلاغة وفيها صور شعرية وفيها كثافة وفيها، يجب أن تكون يعني أن نرقى في الذوق الأدبي للمتلقي، يجب يعني أن نكون سلسين في كل نعم. في كل القصيدة أو في كل القصائد أو في كل ما نكتب. أحسنت أستاذ غازي، وطمعي بك الآن أن تزيدنا من شعرك فقرة قبل أن نذهب إلى فاصل جديد. تفضل زدنا فقرة ومن ثم سأخذك إلى أسئلة مختلفة. تفضل أستاذ غازي. قصيدة بعنوان يا نفحة العبقي، يا قلبي يمضي في محبتها فالعمر يمضي عاصف الأرق، فليس أبقى من تبسمها إذا غزتني شهقة الحنق، هي الرجاء كلما عصف نار الأسى في القلب والحدق، ما أجمل الدنيا إذا رسمت بالحب درب العمر بالألق، تزكو بها الدنيا فأسكنها فإنها نفح من العباقي، ما همني إذا قسى زمني فإنها السلوى من القلق، أمضي وإياها بكل رضا فإنها نهاية النفق، دامت لأيامي لا أبد شمس أزاحت ظلمة الغسق. شمس أزاحت ظلمة الغسق، عن أي شمس تتحدث وعن أي ظلمة قد يسأل أحد السائلين؟ الشمس دائما مقصود له الأمل، يعني هناك في أمل رغم الظلمة التي تحيطنا ورغم الكآبة ورغم الكمد ورغم ما نعاني، فلا بد أن تكون هناك شمس تزيح ظلمة الكآبة وظلمة اليأس. أحسنت أستاذ غازي، والأمل كل الأمل أن تتحقق هذه الأماني الطيبات التي نثرتها عبيرا ولآلئ في قصيدتك الأخيرة على خفتها وبساطة مضمونها، إلا أنها تصل إلى الكثير من الناس بلا تكلف ولا
تصنع تصلهم عذبة سهلة سائغة. ابقى معنا، سنواصل لكن لابد من استراحة جديدة الآن. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين وأهلا وسهلا بكم، وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد ومعنا الشاعر العزيز الأستاذ غازي المهر الذي برع في كتابة الأناشيد الملتزمة، براعته بكتابة القصائد التي تصل إلى عوام الناس على بساطتها وخفة ظلها وسلاسة مضامينها. أستاذ غازي، سؤال وأريد إجابة تحمل رؤيتك الشخصية الخاصة، ما المطلوب من الشاعر اليوم حتى يظل الشعر حاضرا في الوجدان العربي ولا يمحى مع الوقت؟ حدثنا عن مهمة الشاعر من أجل الحفاظ على الشعر. من أجل الحفاظ على الشعر يجب أن يبقى الشاعر متمسكا بشعره رغم كل شيء، يجب أن يبقى متمسكا بالشعر حتى لا يندثر هذا المخزون. ونحن الآن في خضم وسائل التواصل الاجتماعي، ربما المدرسة يعني أصبحت بمنأى، أو الطلبة أصبحوا بمنأى عن المدرسة الفعلية، فلذلك تقع على عاتق الشاعر والأديب اللي هي المحافظة على اللغة العربية في هذا الجيل من خلال القصائد والأشعار والأغاني والأناشيد التي تطرح. أحسنت أستاذ غازي، إذن هي دعوة لجمهور الشعراء من المبدعين بالكلمة لضرورة أن تكون قصائدهم عالية وفيها مفردات تصل إلى مختلف مستويات التلقي بما فيها شريحة الطلاب، وبالتالي تعود عليهم بالنفع ويتعلمون منها، وبالتالي في هذه الحالة القصيدة تتجاوز فكرة الدهشة أو الإمتاع أو الإبهار أو الترفيه إلى مستوى أعلى، ألا وهو مستوى التعليم. أحسنت أستاذ غازي، نريد منك قصيدة جديدة، تفضل اقرأ علينا ما تحب. في قصيدة وضح النهار، خذنا إلى نهارك الواضح. غاب النهار وضاع بوح بياني في غفلة للشمس عن أوطانه، وكأنه طلب النوى في حرقة فتبدت الأحزان في أجفانه، وغدا الظلام سفير دنياه التي نزفت بهجر كان في نكرانه، ما نرتقي في نبضه نسعى له ويفيض في أنواره وجمانه، نهواه دوما إنما من سيفه، نخشى السنا والنار في لمعانه، في العقل يبنى فكره في همة، وضميرنا جمر الهدى وسنانه، قد كان ما نحيا به في فجره حق تجلى في مدى جريانه، فالرشد أن نلقى به بنياننا ومن الهوى الإسهام في كتمانه. أحسنت أستاذ غازي لفضفوك. قال عبد الله بن سهيل بن عمرو وهو صحابي جليل من السابقين إلى الإسلام، قال في وجه أبيه وهو سهيل بن عمرو خطيب قريش، قال له: عي اللسان مع الحق خير من فصاحته على الباطل، وقد صدق بهذا. وربما كان هذا القول منفذا إلى سؤال جديد أطرحه عليك، يعني هناك بعض الشعراء الذين ارتموا للأسف بأحضان الظلام وقبلوا أن يكونوا أبواقا للظالمين على حساب تطلعات أبناء شعوبهم وأمتهم والكادحين من الناس، هؤلاء كيف ترى قصائدهم؟ هل يمكن أن ننظر إلى قصائدهم باستقلالية عن مواقفهم، أم أن قصائدهم ستحاكم تماما انطلاقا من مواقفهم التي اتخذوها؟ القصيدة والموقف سيان، يعني الشاعر بموقفه بقصيدته هو جسم واحد. نعم.
لا يمكن أن نفصل عن هذا عن ذاك وذاك، يعني كله جسم واحد. فالشاعر الذي بعيدا عن الحق ودائما في جانب الظلم، فهذا شاعر أو هذا أديب أو ما يمكن تسميته أديب. هذا يعني سوف في يعني في زمن ما سوف يهم، ولن تقوم له قائمة، يعني لأنه لن يكتب كل اسمه مبني بمداد على من نور، لن يدون في سجلات الخالدين، وإنما نعم. سيكون في هامش التاريخ وربما يسقط سقوط أكيد. المتخاذلين. طيب أستاذ غازي، هناك من يقول أنا شاعر وليس من الضروري أن أكون صاحب قضية وأن أنتمي إلى رسالة معينة، علي أن أكون شاعرا، أن أتغزل بالجمال، بالطبيعة، بالكائنات، وهذا يكفيني. ما رأيك في مثل هذا التوجه؟ هل هذا كافي وصحيح؟ زي ما حكينا في البداية، الشاعر يجب أن تكون متنوع من حيث الموضوعات ومن والقضايا. حيث الفئات، ومن حيث فئات المتلقى الفئات التي تتلقى الشعر. فالشاعر الذي يصب شعره في قضية واحدة أو في شكل واحد، نعم. هذا لن يتطور، شعره لن يتطور ولن تتطور أدواته، لأن التنوع يفرض التطور والتحديث والإسهام في دعم نعم، اللغة وإنتاج الفكر الجديد. قبل أن تأخذنا إلى آخر القصائد التي ستقرأها في هذه الحلقة، للأسف الوقت يداهمنا أستاذ غازي ومضى سريعا، يعني قبل قصيدة الختام التي ستختارها لتلقيها علينا، أود أن أطرح عليك سؤالا مختلفا إلى حد ما. ما الذي ينتظره الأستاذ غازي المهر من الشعر باعتقادك الشخصي؟ ما الذي تريده من الشعر؟ ما الذي تنتظر أن يعود عليك به بصراحة؟ دائما أنا دائب في أن أكتب الشعر النابع من القضايا المصيرية، وأنا لا أكتب لهدف مثلا مادي أو غير ذلك، فأنا أكتب بس لأجل الشعر، نعم. لا أكتب لغير ذلك. وكثير من الأدباء أو المعارف، هل بتسأل هل جنيت شيئا من الشعر؟ أنا لا أسعى لذلك، نشر أحسنت الكلمة الهادفة والفضيلة هو ما أسعى إليه. أحسنت أستاذ غازي. القصيدة التي تستحق الخلود، من هي أو ما هي أو كيف شكلها؟ قصيدة الخلود هي القصيدة القصيدة التي تستحق أن تخلد في وجدان الناس. هي قصيدة فلسطين والقدس. القصيدة التي تحمل قضية كبرى، يعني قضية وطن، نعم قضية نعم أمة. نعم هذه قضيتنا اليوم، قضية فلسطين والقدس، هذه قضيتنا. والله قضايانا كبيرة ومتعددة اليوم يا أستاذ نعم غازي. في نعم اليمن لدينا قضية، في العراق قضية، في ليبيا قضية، في سوريا قضية، في فلسطين قضية، في كل الوطن العربي قضايا، وفي كل أعان الله الإنسانية قضايا جميع تجمعنا العرب. نعم ونلتف نعم حولها من أجل نصرتها ولذلك وننتمي نعم من خلالها ولذلك إلى الناس. نعم ولذلك كان يعني هناك الشعر مكتوب في قضايا الأمة. أنا لا أكتب فقط للوطن أو للهذا أو أحسنت أحسنت أستاذ للشعر، غازي. خذنا إذن للجميع خذ للعرب. أحسنت نعم خذنا إن أردت الآن إلى القصيدة التي تود أن تختم بها هذه الحلقة، كلنا آذان وقلوب مصغية، تفضل. جميل المطاف، ما زالت الدنيا لظى من تجافي، تفيض في بحر بعيد ضفافي، فليس غير الله من يحتوينا في رحمة تأتي ببر التصافي، فإنه القدير رغم المآسي، وقد تبدت في سنين عجافي، فالله وحده كفيل البرايا، قلوبهم من ذكره في تعافي، يطيب فيه العمر مهما توالى،
على الورى من قسوة أو جفاف، تمضي به حياتنا في ابتهاج، يكون بعدها جميل المطاف، يكون بعدها جميل المطاف في جنة الخلود في رحمات من الرحيم رغم سود الصحاف. لك الثناء ربنا في بيان يروي حروفه بديع القوافي. يروي حروفه بديع القوافي. أحسنت أستاذ غازي. ظل أن أسألك رسالة أخيرة، رسالتك إلى الأردن الحبيب والكبير الذي تحب من روح شاعر صاحب ألم وأمل، ماذا تقول في الختام؟ هذه الرسالة ليست فقط للأردن بل هي لكل وطن. يا سلام. بالرغم من غصص النكران بالمنن، من زمرة عرفت بالسلب في العلن، تبقى لنا وطنا تنأى عن الخون، دوما لهم رصدا نلقاك يا يا وطني. سلام. ما زلت منتصبا تعلو ولم تهني، نرجوك يا أملا كالغيث والمزن، ففيك عزتنا ترقى بلا وهن. ففيك إنا على عزتنا ذمم، تبقى ترقى بلا وهن. إنا على ذمم فالقلب لم يخون، بالحب نحفظه رغما عن المحن، يسري بنا ألقا ما غاب في وسني، أنت المنى أبدا قد طبت من سكني، نفديك يا بلدي بالروح والبدن، يا سلام. تحيا المدى نغما يحلو بلا شدني، ترضى به فرحا بالسر والعلن. فرضى به فرحا في السر والعلن، وحق للوطن أن يرضى فرحا بمثل هذه الأفكار النيرة والأبيات المنتمية إلى طينة البسطاء. شكرا جزيلا شاعرنا الأستاذ غازي المهر على هذه الحلقة التي كانت جميلة جدا. بل كل الشكر والتقدير لكم وعلى إتاحة الفرصة لي في هذا اللقاء الذي كنت أصبو له منذ زمن بعيد. سلمت دائما. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر. دائما كونوا في أمان الله. إلى اللقاء.